السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر تقنيات البث المباشر عبر الفيسبوك فضائية النجاح وإذاعة صوت النجاح، وأيضا أرحب بمستمعينا عبر صوت النجاح في الموجات العاملة في الوطن. أهلا بكم بهذه الحلقة الأولى من برنامج بانوراما، والتي نستعرض فيها أبرز الملفات حول العالم. هذه الحلقة نخصصها حول جائحة كورونا واستمرار انتشار هذا الفيروس الذي يفتك بكثير من الناس في المناطق مختلفة في دول مختلفة، أكثر من 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم لا زال ينتشر هذا الفيروس فيها. حول هذا الموضوع ومواضيع ومحاور أخرى سوف أطرحها على ضيفي من واشنطن، البروفيسور الدكتور طلال نصولي، أستاذ المناعة والربو والحساسية في كلية الطب جامعة جورج تاون بواشنطن دي سي، والمدير الطبي لمراكز وودر جيت وورك للحساسية والربو، ومدير ومؤسس المعهد الدولي للسعال. دكتور أهلا بك عبر شاشة النجاح. إذا دكتور، لطالما كنا نتحدث عن بزوغ شموس اللقاحات عالميا ربما تخفف من انتشار الفيروس، إلا أن هذا العام ربما كسابقه هناك تخوفات ما زالت بعد ظهور ما تسمى بالتحورات الجديدة على الفيروسات. أول شيء شكرا على الاستضافة مس بكر. ليك أكيد هذا سؤال مهم جدا لكل العالم. نحن بدنا نعرف أنه هذا الفيروس ماشي بطريقة سريعة وعم بيعدي الناس بكل البلدان، وكل ما يعدي ناس أكثر كل ما معقول يتغير ويتطور ويصير في عنا سلالة جديدة مثل ما صارت هلأ. عنا عدة سلالة اللي طالعين، في عنا اللي اجت من بريطانيا مثل ما بتعرفوا البي 117، في عنا الجنوب أفريقيا الـ 501V2 اللي بيسموها كمان الـ 351، وفي عنا كمان البرازيلية البي 1، وهلا اليوم الصلح طلعت بي 1 وبي 2. نعم. وبعدين في عندك هون بامريكا الويست كوست من كاليفورنيا طلعت البي 427. شو معناتها للمشاهدين الاعزاء؟ معناتها هذا الفيروس عم بيتطور وعم بلش يتغير. ليه؟ لانه كل ما بيعدي حدا بيصير يتكرر بالدم وبالجسم، وبالتكرير بيصير في اغلاط هو عم يتكرر. مع الأسف هالأغلاط اللي عم بتصير عم بيطلع أشرس وعم بيطلع بيعدي أكثر. يعني العدوى عم بتصير 70-80% أسرع. تبعت كيف؟ معناتها بدل ما واحد يقعد ربع ساعة مع شخص ويكون هالشخص معه الكورونا فيروس بيقدر يلقطه، بدل ما يلقطه بربع ساعة بيلقطه خمس دقائق. يعني صار العدوى بطريقة أسرع بكثير، وبعدين في ناس عم يقعدوا تقريبا أكثر. الشيء اللي عم يشغلنا بالنا انه في ناس صار معهم كورونا بالماضي وتعرضوا على الطفره الجديده رجعوا مرضوا عن جديد. هذا الشيء بخوف، شيء مزعج جدا. بس على العموم اللقاحات عم تشتغل بهذا بطريقه مضبوطه. خليني بس اعطيك اكزامبل. نحن هلا بالدنيا كلها، بس 10 ثواني، توفوا فوق المليونين شخص، مليونين و400 يمكن، فوق المليونين شخص بالعالم كله توفوا من الكورونا فيروس. لو هذول قبل ما يتوفوا قد كان صحتهم منيحه، كان اللقاحات موجوده كان بس راحوا 2000 شخص. بما نروح مليونين شخص، مليونين فاصل 4 اشخاص، كان بس 2000 شخص توفوا. يعني عندك 95% حمايه في اللقاحات. نحن بنعرف اللقاحات كلها هذه بتعرفوها، بس بدي فرجيها دغري. بنعرف اللقاحات هلا اللي موجوده، عندنا الفايزر بايونتيك، عندنا الموديرنا هذه بنسميها بامريكا، الاسترازينيكا هيدا طلع بس صار في مشاكل فرجه الاسترازينيكا مع الاسف بجنوب افريقيا ما عم بيشتغل مزبوط. امبارح الصبح الساعه 8 الصبح فرجوا انه بيشتغل 22% فقط ضد الطفره اللي موجوده بجنوب افريقيا. جنوب افريقيا وقفته هلا ما بقى عم تعطيه للناس، بس بيشتغل على الطفرات النورمال. بعدين عندك النوفافاكس بعد ما طلع، جانسون من بلجيكا بده يطلع، وعندك الصيني وعندك الروسي كمان. هدول موجودين بعدهم عم بيشتغلوا. هلا ما بدنا العالم انا بدي اخذ الروسي ولا بدي اخذ الصيني ولا بدي اخذ الموديرن، لا. نعم. ما في هذا سنتحدث في هذا المحور بالتفصيل، لكن دكتور التحورات هذه الا تعني ان هناك خشيه من ان اللقاحات لن تجدي معها، وخصوصا مع ارتفاع عدد الاصابات بشكل كبير جدا، وان الامر عاد بشكل كبير الى خطورته؟ ليك لهلا اللقاحات عم تشتغل لهلا، بس الوحيد هيدا الاسترازينيكا اوكسفورد ما اشتغل على
الفيروس اللي طالع من جنوب من من جنوب افريقيا ال 501 في 2 ولا ال 351 لينيج بس عطى 22% كفرج. معناتها بدنا نضل منتبهين نحن، يعني بدنا نضل نحن منتبهين بطريقه مضبوطه. هلا هل معقول تغير؟ كل شيء معقول، كل شيء معقول، معقول يتغير بالطريقه العاطله، معقول يتغير بالطريقه المنيحه. تبع تشوف هلا خلينا بس لكن تجاوبك على السؤال هذا، شوف كيف الامور، يعني اذا الله معنا الامور بتتحسن، واذا برمت الدنيا بدل. هلا شوف هذا الفيروس هون، انا عملها هذه بحب فرجيه، هذا الفيروس هون ملعون تيفوت على الخلايا تبعونا، بده يفوت على الباب اسمه ACE2 ريسبتور، بيعلق عليه شوكي، بتعلق عليه اوكي. خلينا نقول الشوكي مثل المفتاح، مفتاح الباب، هذا الباب الخلايا تبعيتنا وهذا الشوكي تبع الفيروس. شوف كيف عم يتغير المفتاح، عم يتغير شوي شوي، معناتها عم يتغير شوي شوي، بصير اصعب على اللقاح يقدر يضربه للفيروس، مظبوط ولا لا؟ هلا ليك اذا تغير كثير اللقاح ما بيشتغل عليه، وبنفس الوقت هو ما بيفوت على ما بيفتح الباب تبعنا، ما بيفوت علينا، كانه عندك مفتاح البيت تبعك وعم بتغير المفتاح مش حاله اول مره، ثاني مره غيروه كثير ما بقى عم بيفتح القفل، ما بقى عم بيفتح لك القفل تبع الباب تبعك، معقول تكون هيك؟ لهلا مع الاسف عم بيتطور بطريقه شرسه، يعني ما عم نمشي بالطريقه الشيء اللي انا بدي اياه تكون، انه ساعتها بيتغير وبيموت بعدين لانه ما بقى بيفوت على الانسان. بس الشيء اللي بدي فرجي، شوف هلا بامريكا عندنا فوق ال 45 مليون لقاح انعطى، للمستمعين المشاهدين اعزاء يعرفوا 45 مليون لقاح، لا حدا مات، لا حدا صار له شيء ولا كذا، طريقه مضبوطه بالدنيا كلها 127 مليون تقريبا، ومستر بكر بدي يصلحنا بيعرف ستاتستيك اكثر مني، انعطى 127 مليون لقاحات بالعالم كلها تقريبا، يعني تبعت لا حدا توفى منها ولا حدا صار معه شيء ولا كذا. بس شوف المهم، هلا بامريكا عم بيعطوها بالمحل، السيارات توقف في الباركينج لوت عم يوقفوا، هذا بالمحل تبع الفوتبول، الفوتبول صار محل لقاح، الكازينو صار محل لقاحات. طيب شو معناتها هيدي؟ شوف هذه النتائج، نزل 71% انخفاض بالناس اللي صار معهم كورونا فيروس، 42% انخفاض بالدخول على المستشفى من شو؟ من اللقاح اللي اشتغل. بس اهم شيء المستمعين المشاهدين بيقولوا لي طيب وعدد الوفيات، كمان الوفيات نزلت. بس هلا بدنا ننتبه لانه فيها الطفرات مثل ما تفضلت حضرتك عم تتغير بطريقه سريعه، لهذا السبب بدنا نضل منتبهين نحن ماشي الكمامه ونضل منتبهين. طيب بعد دكتور، التغيرات الحاصله هل من الممكن الوصول الى طفره معينه لا تعدي ولا تضر الانسان ولا تنتقل العدوى بالدرجه الموجوده حاليا؟ صح مزبوط، هذا الشيء اللي فرجتك، اذا تغير الشوكه تغيرت كانه المفتاح عم يتغير، بطل يضرب علي، بطل يفوت علينا، ساعتها بينتهي بيموت الفيروس. بس هذه ما فينا نحن ما فينا ننتظر، مع الاسف هلا عم بيتغير بطريقه شرسه، ما عم بيتغير بالطريقه اللي نحن بدنا اياها بقى. نعم. لهذا السبب هلا بدنا نفهم كمان انه اللقاح ما بيعطي نوع واحد، لا في مثلا المشاهدين اعزاء بيقولوا انا ما بدي اخذ هلا اللقاح، بدي انطر تشوف شو بيصير لما اللقاح ما يشتغل. هذا الفيروس هون مزبوط، واللقاح عم بيعمل اشياء مضاده ضده. هلا اذا عم يتغير الفيروس معقول ما بقى بيشتغل هون، بس ما ننسى انه اللقاح بيفرز من جسمنا عده اجسام مضاده مش واحد، diversity of neutralizing antibodies مثل ما دكتور فاوشي قلنا ايش بيقولها، ونحن نفس الاختصاص، يعني بيعطيك هذا الفيروس هون بيضربه هون، هلا تغير هون كان كمان اللقاح عم بيعطي اجسام مضاده ثانيه تضرب هون تضرب هون تضرب هون. ما عندنا 100,000 شكل، عندنا يعني عندنا 5 6 7 8 10 تقريبا طريقه مسهله. انا المناعه كثير متعقده، immunology very complicated، بس انه 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 ما انه بيوقف بس صار تغيير واحد، عندنا عده كانه عندنا عده سكرتايز، واحد عنده سياره وصار شيل السياره، اول سكرتاي بتقول لك انا ما رح ادفع، عنده اربع سكرتات الثاني بس ما عندنا كثير، هيدي المشكله. لهذا السبب الطريقة الوحيدة نخلص من هالطفرات ماشي ما تتغير وتصير شرسة أكثر، ومعقول ما بقى تشتغل على ما بقى ترد على اللقاح، شو بدنا نعمل؟ أكترية الناس إذا فيهم ياخذوا اللقاح خذوا اللقاح يا جماعة، ما تخافوا، يكون اللقاح الروسي الصيني الموديرنا الفايزر الشيء اللي موجود اللي وزارة الصحة بتقول لكم خذوه ببلدكم، خذوه
ما تخافوا منه اطلاقا. لهلا مثل ما عم نقول كذا ناس اخذوه والامور ومش عمليه شوكولا. ما عم ناخذ اللقاح تناكل شوكولاته نحن، ما عم ناخذ لا طيب. لا شوكولات على الحليب ولا شوكولاتة على البوظه. طيب نحن عم ناخذه لانه مثل ما بنعرف عدد تصور بامريكا الوفيات شيء 2000 واحد يوميا عم يتوفى بالولايات المتحده، اعظم مستشفيات حتى اللي ما معه مصاري ما عنده انشورنس ما عنده شيء بيفوت على اعظم مستشفى بيعالجوه بيعطوه اعظم علاجات. طيب. دكتور فعليا هل كافه اللقاحات المتوفره اليوم هي ذات النجاعه في استخدامها ضد فيروس كورونا وقادره فعليا على وقف نقل العدوى او حتى وقف الفيروس وانتشاره في الجسم وحمايه من يتطعم به؟ ليه اكيد انا اخذت هلا الفاكسين، اخذت اول جرعه وثاني جرعه والحمد لله رب العالمين بعدنا هون وكل شيء كويس وما حسيت شيء يعني كله منيح. شوي وجع محلي اعطوني الفاكسين على يوم يومين معناتها عم يشتغل على العضل اللي هو كويس. هلا اذا تعرضت على واحد عنده كورونا فيروس مزبوط ولا لا؟ هلا عندي حمايه لانه اخذت انا الفاكسين اللي بيعطيني حمايه 95%، عندي 5% شانس يصير معي. اذا صار معي شيء يعني اذا تعرضت عليه بفوت الفيروس بيتكرر شوي بس طريقه خفيفه. هلا معقول انا اعدي غيري حتى لو انا ما عم بحس عندي عوارض، معقول اعدي غيري. مع انه الاسترازينيكا فاكسين تبع اوكسفورد عملوا دراسات عليه انه اللي اخذ اللقاح فرجوا انه بيخفف كثير عدد الفيروس بالانف بالخشم وبالزلعين، معناتها معقول يخفف الانتقال لشخص ثاني. لهذا السبب حتى الناس اللي ياخذين الفاكسين اذا في تجمع دغري بدنا ننتبه، بدنا نحط بدنا نلبس الكمامه، بدنا ندلم بعيدين عن بعض وغسيل ايدين لانه هذا ماشي بطريقه غريبه الشكل كانه ترين ماشي وما عم بيوقف. المشكله الوحيده هلا العالم كله عم تشتكي، طيب يا عمي وين اللقاحات؟ المشكله الوحيده اذا انا بدي اقولها هلا فهمت علي كيف؟ يعني هذه الكره الارضيه هون، انا بدي اقول للعالم ما في بلد، ما في انه امريكا وفي لبنان وفي فلسطين وفي كذا شيء اللي بدك، ما في هيك، في عنا الكره الارضيه بلد واحد. الكره الارضيه بلد واحد، رح اقول لك ليه؟ اذا نحن مثلا بامريكا خلصنا كل شيء وجينا زبون من البرازيل مضروب الكورونا رح يجيب لنا الفيروس لعنا، جاي لعنا الفيروس. بيتنقل من محل لمحل، اذا ما انتبهنا افريقيا بيجي من افريقيا لعنا ولا بيجي من امريكا بيروح لعندهم فايس فيرسا. معناتها ليه؟ لانه الطيران هلا التقدم في الطيارات بتطلع بالطيارات 7-8-9 ساعات بتروح محل اللي بدك، فهمت علي كيف؟ معناتها كله موصول، معناتها لازم يصير توزيع هلا اذا انا مثلا عم بشوف على الدنيا شو عم بيصير وانا عم بتفرج على الدنيا من فوق كارثه كبيره. شو هو المشكله اللي عندنا اياها؟ عندنا مشكلتين. اول مشكله ما عندنا كفايه لقاحات، هذه الحقيقه بتقول لك الحقيقه بامريكا هلا ما في كفايه لقاحات الامريكان، ما في كفايه لقاحات بالامريكان، بيقول لك العالم انه الناس ما بدها تاخذهم وفي ناس عم بيدفعوا لهم مصاري تاخذون. هذا كذب ولا له علاقه ابدا. انا طبيب وعندي مداخلات وانا استاذ بالجامعه وبشوف مرضى وعندي مركزين طبيين وكذا وكذا. الجرعه الثانيه اخذتها من شيء اسبوعين لا اكثر ولا اقل، انتظرت اجى دوري. طيب هلا نعم دكتور فعليا الشخص الاصيب وتعافى هل يلزم ان ياخذ اي طعم من الطعمات المتوفره حاليا؟ نعم 100% نعم، بده ينطر 3 اشهر بعد ما يمرض، 3 اشهر 90 يوم بياخذ اللقاح اللي على جرعتين حسب اي لقاح اللي عم بياخذ. اذا عم بياخذ اللقاح في لقاحات بياخذ جرعتين وفي لقاح بياخذ جرعه واحده. هل هذا غير محصن فعليا؟ المصابون غير محصنين بعد ان تم اصابتهم وتم تشكيل مناعه ذاتيه داخليه في اجسامهم بعد تعافيهم؟ سؤال كويس. اللي صار معه كورونا فيروس بدل عنده اجسام مضاده على 6 شهور، يعني شافوا بالدراسات، بس شو شافوا؟ شافوا الاجسام المضاده عم تنزل شوي شوي، يعني على 3 شهور بدل عنده مناعه منيحه بياخذها بعد 3 شهور، ما ياخذها قبل 3 شهور لانه بصير مع رد فعل لانه عنده بعد اجسام مضاده عم يشتغلوا والبروتين عم تشتغل ما بده يصير في رد فعل. هلا هيدي مش انا عم بقولها، يعني نحن عم نحكي على امور مركزه بدراسات ابحاث وعلماء في العالم كله، فهمت علي كيف؟ وطبعت في اعظم مجلات
بطريقه ملموسه، مش مكان يعني وقت انا بدي اعمل دراسه وانا بعمل دراسات، اذا بدي اعمل دراسه وبعطيها لمجله تحطوها، في حوالي شيء 30 طبيب وخبراء بالعالم بيشوفوا الدراسه على المضبوط وبيتلفنوا لي وبيشوفوا على المضبوط كيف صارت واذا مضبوطه ولا لا. بدنا نحكي نحن الشيء اللي مطبوع، الشيء اللي مدروس، الشيء اللي طالع بطريقه جريه. بقى لهذا السبب بده ياخذ الواحد بعد 3 أربعة أشهر بياخذ اللقاح. طيب اللقاحات المتوفره دكتور، هل سيتم العمل على تطويرها بشكل اكبر ام انها وصلت للدرجه الامان المتوفره حاليا والمستخدمه في كثير من الدول؟ الامان ما في مشكله بالامان، امنين جدا، ما في مشاكل، ما حدا توفى، ما حدا شيء. هلا ليك هلا في ناس عم بتوفوا مظبوط، يعني في ناس يوميا عم بتوفوا بكل بلدان، العالم بدها تموت، يعني سوري تقول لك هيك عليك كيف هيدي بايدين الله. ال 128 مليون شخص اخذوا، في ناس توفوا بس ما لها علاقه مع اللقاح، في ناس كبار بالعمر وعندهم كذا وعندهم مشاكل بالقلب الطبيه وكذا وعملوا ابحاث عليها ما لها علاقه. بس الشيء اللي عم بيطوروا هلا، عم اقول يتطوروا، اذا مثلا هل الساوث افريكان السلاله اللي جايه من جنوب افريقيا جونسون الاسترازينيكا عم بدها تطلع شيء مش من جنوب افريقيا، لانه هذا اللقاح بس شغل 22%. هلا ليك مثلا الجونسون اند جونسون، عفوا الجونسون اند جونسون فاكسين الجانسن فرجى انه بيشتغل حوالي 66%، مثلا الفايزر والموديرنا 95 96 95. ما بدنا نكون صعبين، بناخذه لحلك ليه؟ لانه فرجه مش بس 66% بيحميك ضد انه طلعت الفيروس، بس كمان بيعطي 100% ضد الوفيات و100% ضد دخول على المستشفى. بدالي كيف؟ نعم. معناتها اهم شيء نحن ما بدنا ندخل المستشفى ونحن ما بدنا نتوفى، معناتها لازم طيب ناخذ دكتور وفا. فعليا بعض اللقاحات حتى هذه اللحظه تعطى على جرعتين، هل اختلاف لقاحين في جرعه اولى وجرعه ثانيه سيؤدي الى عدم الوصول الى درجه الامان من الفيروس والحصانه المطلوبه، ام سيكون هناك ايضا اثار جانبيه اذا استخدم لقاحين في الجرعه الاولى والثانيه؟ ليك سؤالك كويس، انه مثلا واحد بياخذ اول شيء فايزر والثاني اوبرا بياخذ الصيني ولا شيء هيك يعني بي نعم. بي بي نعم. ليك انا بتعرف كاستاذ واكاديمي ومش بس انه استاذ، انت انا استاذ وكمان بعمل ابحاث وبشوف مرضى. هلا في عندي 6 قوط متلين مرضى ناطرين بدي اروح، بعد ما خلص بدي ناطرين مرضى بدي اروح اشوفهم. بتعرف كيف؟ معناتها انه المشاهدين الاعزاء خليهم ينتبهوا شو اللي عم نقول نحن مش نستفيد منه كلياتنا. ليك انا بمشي على القانون، اذا اخذت مثلا فايزر الجرعه الثانيه بدي اخذها فايزر، وانا اخذت الفايزر. مثلا فاوتشي اخذ موديرنا اول اوبرا، بعد 4 أسابيع اخذ الموديرنا، ماشيين على نفس الشيء. بقى من المستحسن ناخذ نفس هلا اذا ما عندنا شيء وما فينا نتوصل ناخذ اللقاح اللي موجود، حتى لو اخذنا جرعه واحده، حتى لو طلعت جرعه واحده عم بيفرجي انه عم بيعطي 50 60 70% مناعه. بس نحن بدنا نمشي الشيء اللي الشركه تبع اللي عامله اللقاح هي اللي المهم تعملها، وما ينشغل بين العالم الا كل اللقاح معمول تيغير لنا الجينات تبعونا وما الجينات تبعونا. ليك هذه كلياتها امور واحد عم بي عم بي عم بي عم يتخيلوها الخيال غير الحقيقه. الحقيقه اللي ما حدا بيقدر يقول لك لا مظبوط هي النمر، ما حدا بيقدر يقول لك النمر غلطه. وقت بنقول في عنا 2.4 مليون شخص، وقت بنقول في عنا 2000 شخص عم يتوفوا هون بامريكا، انا بحكي امريكا بعرف النمر بامريكا، ما انه مع امريكا ضد كذا وكذا كذا، انا مع كل بلدان ليسني سياسي ولا كذا، انا اوبن مايندد. فهمت علي كيف؟ شوف باوروبا شو عم يصير، بالشرق الاوسط شو عم بيصير، الوفيات عم تصير يوميا. انا اصلي لبناني من لبنان، يعني شيء بتشوف فيديو شو عم يصير بالمستشفيات، ببلش يبكي الواحد، مستشفيات مطفحه متليني، العالم عم تبكي برا على الطريق. هذه شو نحن عم نالفها؟ العالم عم تكذب، كل البلدان عم تكذب، شو اي هذه عمليه المؤامره بدها توقف هيدي، الله يخليكم. هلا ليك اللي ما بده ياخذوا ما ياخذوا، اللي ما بيامن بالعلم
ما بيأمن الشيء اللي عم بيصير. بس شوف النمر يا أخي، ما تصدق حدا، شوف النمر اللي عم بيصير وخذ أنت الهاي تبعيتك. وضحت شرف. نعم، شكرا لك دكتور طلال النصولي من واشنطن، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لك أستاذ المناعة والربو والحساسية في كلية الطب في جامعة جورج تاون بواشنطن دي سي، والمدير الطبي لمراكز واتريك بورك للحساسية والربو ومدير ومؤسس المعهد الدولي للسعال. شكرا جزيلا. شكرا لك يا بزبك. إذن مشاهدينا عبر منصاتنا الرقمية وأيضا مستمعينا عبر إذاعة صوت النجاح، نصل إلى ختام هذه الحلقة من بانوراما. كان معكم بكر دراغم، دمتم بخير، في أمان الله.